السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 103 من الكتاب المدرسي، أي التمارين الخاصة بالحصة الأولى من الدرس 27 القسمة على عدد من رقم واحد. نبدأ كالعادة لنبحث جميعا. تتوفر فاطمة على 98 عقيقة وتريد صنع 6 عقود. فاطمة عندها 98 عقيقة وبغات تصايب 6 ديكولي 6 العقود بهذه الطريقة، هذه كما كتشوفوا متشابهة. كم عقيقة ستضع في كل عقد؟ شحال من عقيقة غدير لنا في كل عقد؟ لحساب العدد في كل عقد لجأ كل من أحمد وهبة إلى طريقته الخاصة. نلاحظ ونتمم ما بدأناه. هنا هذا طريقة أحمد، استعمل الضرب المتكرر 6 في 1 6 في 2 المهم حتى وصل لواحد العدد كيقرب 96، يعني أطر 98 ما بين 6 في 16 و 6 في 17. بينما هبة وضعت عملية القسمة، بالنسبة لها ما هو المقسوم؟ المقسوم هو 58، المقسوم عليه هو 6. إذا المقسوم عليه يتكون من رقم واحد، نأخذ الرقم واحد هنا. 9 مقسوم على 6 تساوي 1، 1 في 6 6، نكتبوها هنا، نديرو عملية طرح، 9 ناقص 6 3، أنزل 8، 38 مقسوم على 6 تساوي 6. 6 في 6 تساوي 36، و 36 ناقص 38 ناقص 36 تساوي 2. إذن هذا هو الخارج، يعني هذا هو عدد العقيق في كل عقد وهذا الباقي. إذن عدد العقيق في كل عقد هو 16 والباقي هو 2، هو 98 ناقص 96 اللي هو 2. إذن ها هو نفس النتيجة اللي وصلوا لها، هنا 16 واللي بقى لنا هو 2. أتمم ملأ الجدول. هنا من خلال الجدول ولا هذه الطريقة كنحاول نعرفوا عدد أرقام الخارج. عندنا 83 مقسومة على 7، إذا لمعرفة عدد أرقام الخارج نؤطر المقسوم، كنكتبوا المقسوم في الوسط وكنأطروه بين جدائين، إما ما بين مثلا 7 في 1 و 7 في 10. علاش 1 و 10؟ حيت الأعداد المحصورة ما بين 1 و 10 تتكون من رقم واحد، يعني بحال 7 في 1 و 7 في 10. أو لا، إذا كان هذا التأطير لا يصلح كنديرو 7 في 10 و 7 في 100، لأن الأعداد المحصورة ما بين 10 و 100 تتكون من رقمين. ومستقبلا نقدرو تلقاو مثلا محصور ما بين مثلا شي عدد في 100 ولا العدد الثاني في 1000، لأن عدد الأعداد الأرقام الأعداد المحصورة ما بين 100 و 1000 هي 3 الأرقام. إذا 83 مقسومة على 7 تساوي 7 في 10 وتساوي 7 في 100 2. 46 كتساوي لنا 5 في 1 و 5 في 10. و 75 كتساوي لنا 6 في 10، لا باش تفهموني، 46 محصورة ما بين 5 في 1 اللي هي 5، يعني بحال محصورة ما بين 5 و 50. إذا هنا عندنا 1 وهنا 10، إذا عدد الأرقام الخارج هو 1. إلا جينا نديرو 75، واش هي محصورة ما بين 6 في 1 اللي هي 6 و 6 في 10 اللي هي 60؟ ما بين 6 و 60، لا خطأ. إذا غنجربو 6 في 10 اللي هي 60 و 6 في 100 هي 600. إذا صحيح 75 راه محصورة ما بين 60 و 600. إذا عدد أرقام الخارج هو 2، علاش؟ لأنه محصورة ما بين 10 و 100. تمرين رقم 2، أنجز كما في المثال. المثال اللي عندنا هنا هو 66 مقسوم على 5، مقسوم عليها عنده رقم واحد، إذا 6 غناخدو رقم واحد، 6 مقسومة على 5 تساوي 1، 1 في 5 تساوي 5، 6 ناقص 5 تساوي 1، أنزل 6، 16 مقسومة على 5 تساوي 3، 3 في 5 تساوي 15، و 16 ناقص 15 تساوي 1، 6 ناقص 5 1، و 1 ناقص 1 0. العملية الموالية 43 مقسومة على 3، 4 مقسوم، عندنا رقم واحد هنا في المقسوم عليه ناخدو رقم واحد هنا، 4 مقسومة على 3 تساوي 1، 1 في 3 تساوي 3، 4 ناقص 3 تساوي 1، أنزل 3، 13 مقسومة على 3 تساوي 4، 4 في 3 12، 3 ناقص 2
واحد، واحد ناقص واحد صفر. إذا الخارج هو 14 والباقي هو واحد. دائما في هذه العملية ديما كنستعملوا التناوب اللغوي، مش ضروري حتى نوصلوا للمعطيات. إذا نقدر نقول لهم شنو ماذا تمثل 43؟ هو المقسوم. اون فرونسي غادي يقول لك مثلا لا لو ديفيدوند، لو ديفيدوند 3 سي لو ديفيزور، 14 سي لو كوتيان، اي لو ريست سي 1. منها كيتدرب انه يدير جمل، ومنها انه كيعقل على المصطلحات الرياضيه بالفرنسي. هذا كل ما يخص هذه الصفحه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تبخلوش عليا بلي جيم في لي فيديو او كومونتير، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه للناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره، ما تترددوش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد.